النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى أن فيها الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والخبر والبرهان. ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الشريعة فكفى أن تكون دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من آية تدل على صدق عليه الصلاة والسلام؟ اللهم آمنا برسولك وآمنا بكتابك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك.